فرحة الشعب المصري. مبسوطين ان هو مدوا اليوم بتاع التصويت ليوم تاني اضافي؟ اليوم تاني. ايوه عرفنا. بصراحة ما انتخبناش لسه، هنروح بكرة ان شاء الله. انتوا لسه ما انتخبتوش لحد دلوقتي يا راجل؟ ما لقيتش اللي كان زحمة. بكرة على اللجنة. وريني. اللي داخل متعصب. سيسي. سيسي النهاردة عشان احتفل بمصر وبالفرح بتاعها. ونفسي طبعا السيسي يمسك. ويحسسنا بالامان. انا نازله عشان احتفل بمصر وبالسيسي، لان هو اللي هيمسك على فكره رئيس. عشان خاطر مصر. عشان خاطر مصر وعشان بنحبها وعايزاها تبقى كويسه وكده. يخلوا بالهم من الغلابه بس، دي اكتر حاجه. ويحافظ على المصريين، هم يقفوا معاه، لازم يحافظ عليهم زي ما هم يقفوا جنبه وما يقفوا معاه، هو يقف معاهم. اللي مقاطعين مش عايزين ينزلوا، ما انصحهمش ان هم ما ينزلوش، لازم ينزلوا ويدافعوا عن مصر ويدافعوا عن السيسي، لان هو واقف جنبهم ولازم هم يقفوا جنبه. يعني جايين في اوقات كويسه، جايين نفرح مع البشر اللي جايه تفرح ديت والناس، وربنا مستعان على كل حاجه. انت شايفه ان دور المراه كانت المراه هي طبعا عشان مصر تكون في امان. نزلت شاركت معاه؟ اكيد طبعا. شكرا.